نتيجة التسوية من البطاية اللي أنا دلوقتي خدتها، بص ضربتها في الخلاط، البصل والجزر والكرات والكرفس وناتج التسوية نازل من الفرخة، هطحنتهم هحطهم كده أهو. وتعالى الصوص ده عشان هنغرق بيه البط بالبرتقال بتركات، أجيب له إيه؟ كوباية من عصير البرتقال، واجيب له شوية شوربة، واجيب له معلقة خل، ومعلقة من عصير الليمون، ومعلقة من عسل الأبيض، واشغل عليه النار للآخر كده يا حسني عشان يغلي عندي ويأثر. أنا علقت عليه عشان يغلي ويأثر. يبقى ناتج التسوية عصير برتقال، شوربة، خل، عصير ليمون، عسل أبيض، وتسيبيه يأثر عشان البطة دي بعد ما تستوي هنجلس بيها الصوص ده بتركاتك وحركاتك يا عم حسني. أسيبه بقى على نار عالية يأثر.